بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اطر ومستخدمو دار الاطفال البرنوسي كيوقفوا كيحتجوا على التهميش الشديد اللي كيمارسوا المسؤولين على المؤسسه. يعني ولو ان الجمعيه اللي كانت مسير المؤسسه فهي استقلت، لكن كنا كنعانيو هذه مده 6 سنوات. يعني كل شيء مضرور، يعني حتى النزلاء الان كيعانيو من الهدر المدرسي، من يعني حتى انه مابقاش ولا تسيب بزاف، يعني ما كاينش المسؤول اللي غيتدخل باش انه يحل هذا المشكل. ودائما كنادي ودائما كنكتبوا للسلطات، كنكتبوا للناس المسؤولين، ما كاينش الجواب. دائما كيقول لنا هذا العام غادي تحل المشكل، هذا العام غادي تحل المشكل، ولكن الان مرت 6 سنوات على هذا الوضع، واليوم احنا كناديو ان باش يدار حل، وخصوصا ان هذه المده، يعني مده هاد الشهرين يعني فكتوقف حتى يعني الاجره ديال المستخدمين. كاينين الناس هنا اللي عندهم يعني اجره ضئيله